السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم كنقدم لكم فيرما تيتر فرنسي، كل شي اللي فيها مسجل ومحفظ بما فيهم الدار والكوري والأرض، كل شي تيتر فرنسي مسجل محفظ. عندنا الدار اللي كتشاهدوا معايا، وعندنا الجردة، وعندنا الكوري، عندنا البير، عندنا الطاقة الشمسية، عندنا المكنة ديال الماء، المكنة ديال الضوء، كلشي كاين هنا. كتشوفوا هاد الجردة فيها مجموعة ديال الأغراس، كلشي هنا بيو ما شاء الله. بالنسبة للموقع، الموقع كتبعد على مدينة سيدي رحال تقريبا بستة ديال الكيلومتر أو سبعة تقريبا، وكتبعد على مدينة حد سوالم تقريبا بواحد ستة ديال الكيلومتر. بالنسبة للثمن ديالها كيبقى في حدود 360 مليون مع إمكانية ديال التفاوض. بالنسبة للأرض جات على شكل مربع على الكودرون، الثمن كيف ما قلنا فيه المفاوضة. بالنسبة للبلاصة اللي جات فيها تقريبا كلها زون فيلا، تقريبا جاو على هذا الشكل هذا. بخصوص كيف قلنا الوثائق انها مسجلة ومحفظة، عندنا فيها الطاقة الشمسية، وعندنا فيها البير، وعندنا فيها الدار ار بلس اه عفوا ريتشوسي زائد سطح. بالنسبة للكوري ما صورتوش لحقا، جيت غير واحد يعني واحد المدة زمنية بسيطة، كانوا معايا شكليا كيف ما كتشاهدوا هما اللي كيبانوا في الفيديو، واستغليت الفرصة وصورت لكم. ان شاء الله اللي بغى تفاصيل اكثر ومعلومات اكثر يقدر يجي يزور نفعي المكان، وإن شاء الله بإذن الله يشوف جميع التفاصيل ويتلقى مع صاحب هذا العقار ويأخذ معلومات أكثر. بالنسبة للدار الداخل تقريبا جاهزة، كتباع بالأتات ديالها بدك الشي اللي فيها، غير جيب الصاك وجي تسكن مولاي. كاينين ربعة ديال البيوت، وجوج صالونات، وجوج حمامات. صراحة دايز هالكلام. بالنسبة للانستالاسيون ديال الضوء ديال الماء وداك الشي دايز بواحد الخدمة متقونها، وعلى ما اعتقد ان يعني الا ما خانتنيش الذاكرة حتى الانستالاسيون ديال لا كليم حتى هي كاينه. سيجور كبير، حمامات، يعني خدمه صراحه فيلا ديال المعقول. تحيه خاصه للجاليه المغربيه اللي كتتابع دائما الفيديوهات ديالنا، وكذلك الناس اللي معنا هنا في ارض الوطن. شكر موصول كاع الناس اللي كتتبع القناه ديالنا وكتشجعنا. واحد المعلومه، الناس اللي كيبغيو يستفسرونا ولا يبغيو يتواصلوا معنا من الافضل اتصلوا بينا، ولو تبغيو غير معلومات او لو تبغيو تسولونا على عقار اخر يشوفكم هذا الفيديو تمشيو عندنا، من الاحسن يكون الوضوح في هذاك الحوار اللي غيدور بيناتنا. حنا كيصعب علينا بعض المرات، كيشدك واحد كيصيفط لك ميساج السلام عليكم شحال مثلا الثمن او لا كذا، ولا يقول لك بغيت واحد الفيرما، هو مثلا باغي يشري فيرما وما باغي كيتحفظ على الثمن باش باغي ياخذ. حنا راه ما عندناش غير هذه، نقدروا نعطيك واحدة اخرى. على اي نتواصل، اللي بغى يتواصل معنا الارقام ديالنا هي الفيديو. الى اللقاء في عرض جديد.